ما رأيكم في التصوف والصوفية؟ وهل ابن تيمية وابن القيم من الصوفية؟ والله يا أخي أنت شغال بموضوع عجيب جدا يا أخي. ما تسأل عن الأشخاص الله يجزيك الخير، لأن الأشخاص لن يسألك الله عنه. ابن تيمية وابن القيم كانوا من الصوفية ولا كانوا من غير الصوفية، لن يسألك الله في قبرك، سيسألك ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ بس يا علمنا.